عندي درس، الدرس ده سهل جدا. articles a an and then a و an و ايه و then a و an و then. تعال نشوف ايه حكايه a و an و then. اولا a و an و ده دولت بيجوا مع النونز، يعني دولت يجوا قبل الايه نونز، نونز اللي هي الايه الاسماء. طيب تعال الاول a و ايه او an، a و an هيجوا تحديدا before قبل a singular noun. A singular noun يعني اسم يكون ايه يا جماعه؟ مفرد. ازاي؟ يعني وانت ماشي في الشارع كده شفت قطه، يبقى انت هتقول لي كده I saw a cat. I saw a cat. شفت ايه؟ قطه. طيب هتقول لي مثلا انت لا شفت فيل، يبقى I saw an elephant. ايه الفرق؟ اشمعنى مع elephant قلت an ومع cat قلت ايه؟ او a cat. قال لي بسبب مين؟ الصوت الاول اللي انت سمعته. هنا انت سمعت صوت ساكن اللي هو كي ده، خلاص هنا not okay. خلاص cat cat. طب وهنا انت سمعت vowel اللي هو not okay. elephant elephant not okay. حرف vowel، حرف متحرك. خلاص يبقى an هتيجي قبل الاسماء الايه؟ المتحركة اللي بدأ يعني بحرف متحرك. طيب امال ا هتيجي قبل الاسماء المفرد اللي بدأ بحرف ايه؟ ساكن، حرف ساكن. طب ايه الحروف المتحركة؟ A E I O U. يبقى اي حرف، اي كلمة بدأ بحرف من دول هنبتدي احنا نستخدم معاها ايه؟ ان. المهم يكون اسم ايه؟ مفرد. ما عدا مين بس؟ يو ده، يو ده كلمة زي umbrella umbrella، وكلمة زي يونت. طيب أنت شايف ليها كام نطق؟ اليو ليها نطقين، مرة اتنطقت يو خلاص في كلمة مين؟ يونت، في كلمة يونت، ومرة اتنطقت آ، مرة اتنطقت أم أمبريل آ آ. قال لك في حالة إن هي اتنطقت يو، يو حرفها العادي، تستخدم معاها كلمة معاها الحرف آ، يبقى تقول لي آ يونت آ يونت آ يونت. طيب أمال كلمة أمبريلا هتقول لي إيه معاها؟ آن ها أمبريلا. يبقى هو هيقول لك اختار مع أمبريلا، هيجي آ ولا آن؟ أنت هتقول له آن، آن أمبريلا. طيب وكلمة يونت؟ لا هتقوله آ يونت، آ يونت. طيب حلو، لو جه كلمة تانية زي مثلا أور، أور يعني إيه؟ ساعة، صح كده؟ طيب هل الكلمة دي بادئة بصوت الاتش اللي هو ها؟ مش بادئة بيه، بادئة بإيه؟ آو، صح؟ آو، آو ده من الفاولز، حرف متحرك. قال لك فكلمة أور بتقول معاها ايه؟ ان، ان اور. ماشي كده؟ ان اور. صعب يا جماعه الكلام ده؟ ان اور. طيب نيجي في الجزئيه الثانيه، هي دي زيت السمك وزيت نيجي للجزئيه الثانيه، يجي يقول لي ايه؟ طب امتى استخدم ذا؟ امتى استخدم ذا؟ قال لي ده في حالات كتيره استخدم ذا. فاكر الجملة بتاعت I saw a cat؟ حلو؟ مش هنا cat ديت نكرة اللي هو وانت ماشي في الشارع تقول لي أنا شفت قطة. كلمة قطة ديت تذكر للمرة الأولى، قطة، رأيت قطة. طيب لو جيت اتكلمت عنها في جملة تانية وقلت لي إيه؟ the cat، أنت مش جبت سيرة القطة مرة؟ طيب رجعت جبت سيرتها تاني، هل تقول لي اكاد برضو قطه تانيه؟ لا هي نفس القطه خلاص، يبقى ساعتها تقول لي ايه بقى؟ ذا كات. يبقى ذا كات ووز بلاك، كانت القطه ايه؟ سوداء. طيب مثال تاني، ما يجي يقول لي كده I saw a girl، انا رايت ايه؟ بنت. طيب المفروض اقول she was crying، هي كانت ايه؟ تبكي. طب لو انا ما كانش ديت هقول
a girl ولا هقول an girl ولا هقول the girl؟ ها في الحالة دي هقول ذا ايه؟ ذا جيرل، البنت خلاص، لان انا قلت لك مره انا شفت بنت نفس البنت خلاص، يبقى بقت ذا جيرل. تمام؟ طيب يبقى دي اول استخدام لا عندما يتكرر الاسم، عندما يتكرر الاسم. طيب تاني استخدام لكلمه ذا مستر، هي ذا دي تيجي مع الاسم المفرد والجمع؟ اه. طب امال او ان؟ لا، او ان مع المفرد فقط، او ان مع المفرد فقط. طيب يجي لي يا محلاوي يقول لي ايه مثلا استخدامات ده بقى؟ اول حاجه قلنا repeated nouns. ايه يا ساره؟ مستر، هو في مراجعة اللي هو المنهج الحكومي؟ مش النهارده طب أصلا أنا عندي الامتحان بعد بكرة، الحكومي؟ اه وامتحنت أصلا ده خلاص. يا سلام. اه طب طب بس اديني بقى لو الجواب. اه احنا هنخلص قبل ما انتوا تبتدوا. يا بختكم. طيب يا بختنا، ايه ده الامتحانات يعني، ما علينا ورا بعضها. بس لو حضرتك يعني مش هتشرح النهاردة منحك حكومي، يعني ممكن اطلع عشان اذاكر التايم او اتفضلي. كده. اتفضلي. تمام، شكرا يا مستر. نعم. Repeated A، Repeated Nouns، أسماء مكرر، ده تاني استخدام. طب ده أول استخدام. طب تاني استخدام قال لي with special nouns، special nouns الأسامي المميزة. إيه ده؟ في أسامي مميزة؟ آه. وأنت حضرتك عندك كم أرض؟ كم أرض؟ كم كوكب أرض؟ واحد. يبقى تقول لي earth ولا an earth ولا the earth؟ دي ايرث. اه انت تقصد الكوكب، خلاص. طيب عايز تقول لي عندك كم شمس؟ شمس واحد. A sun ولا the sun؟ The sun. عندك كم قمر؟ واحد بس، يبقى ده ايه؟ The moon. خلاص. طيب عندك كام نيل؟ آه عندك كام نيل؟ واحد بس، يبقى ذا ايه؟ ها ذا نايل. يبقى ما ينفعش تقول لي انايل. انما عندك كم نهر؟ ملايين صح، الافات، يبقى تقول لي ريفر صح. خلي بالك بقى، يبقى لو قال لك اسم النهر يبقى هو ما فيش الا هو، هو ما فيش نيلين، ده هو نيل واحد، يبقى ده ذا نايل. انما قال لك كلمه نهر وخلاص يبقى ايه؟ ريفر. حلو. طيب لو قال لك مثلا عندك كم بحر احمر؟ واحد، يبقى ذا ريد سي. كم بحر متوسط؟ واحد، يبقى ذا ميديترانيان. عندك كم ماشي. خلاص، يبقى البحر الاحمر، البحار كلها، يبقى قال لي كده مع الانهار، يعني اسم النهر مع الأنهار، اسم النهر المحيطات. خلاص. يبقى لو قال لك آن باسيفيك اللي هو الهادي، المحيط الهادي، ولا ذا باسيفيك؟ ها في الحالة دي هتقول لي ده ايه؟ ذا باسيفيك، لأن هو ما فيش إلا المحيط الهادي واحد. خلاص. طيب مع الأنهار والمحيطات والبحار. طيب والجبال، والجبال هو في كم هيمالايا؟ واحد، يبقى ده كلمة ده هيمالايا. بس خلاص، طالما هو جبل واحد ده هيمالايا، اسمه ده هيمالايا. فيها مشكلة كده؟ طيب قال لي كمان، هو انت لما هتروح ماسك حرامي هتوديه فين؟ هتوديه للملاهي مثلا؟ يبقى معروف المكان مرتبط بإيه؟ بأشخاص معينة. لو رايح رسالة بريد الكتروني، بريد مثلا، عايز تبعت فلوس لحد بالبريد، هتروح لي فين؟ البوست صح؟ طب لو عايز تتنزه هتروح لي فين؟ تقول لي بقى ابارك ولا ذا بارك؟ ذا بارك. تقول لي ذا بوليس ستيشن ولا ذا بوليس ستيشن؟
ذا بوليس ستيشن. يبقى they took the thief to a police station ولا to the police station؟ To the police station، ما هو ده المكان اللي يخص. خلاص كده؟ طيب قال لي باستثناء كلمة مين بقى؟ كلمة مثلا زي سكول. يعني ايه سكول؟ ها؟ مدرسة. أولا لما أنت كطالب يا حبيبي بتقول لي I go to، تقول لي بقى a school ولا an school ولا the school؟ بيقول لك إيه بقى؟ no article. يعني إيه no article ديت؟ اللي هو ما تحطش حاجة. هو في ينفع حاجة ما تحطش حاجة؟ آه، زي مثلا أقول لك إيه؟ we had نقط a ولا an ولا the breakfast. تقول لي ولا واحدة من دول، ما ينفعش أقول وي هاد بريكفاست، ما الفطار ده فطارنا صح؟ طيب قال مش هينفع برضو، ذا برضو غلط، يبقى ساعتها مش هحط إيه؟ حاجة خالص، يبقى وي هاد ها بريكفاست، فطرنا، وي هاد بريكفاست. طيب وي بلاي، وي بلاي نلعب، وي بلاي أ فوتبول، وي بلاي ذا فوتبول، لا وي بلاي فوتبول على طول، يبقى مع الرياضات. لا تضع أداة، مش أداة. طب قبل الوجبات، الوجبات بريكفاست ولانش ودينر والكلام ده كله، إنما مع كلمة إيه؟ أسناك. يا أسناك يعني إيه؟ وجبة خفيفة. طب هو اليوم في كم وجبة خفيفة؟ ممكن يبقوا 100، لو أكلت جزراية دي وجبة خفيفة خلاص، لو أكلت تفاحة بعدها بشوية كده دي وجبة خفيفة خلاص. تصبيرة دي ممكن تتصبر في اليوم كذا مرة غير الفطار. بتفطر كم مرة؟ مرة. تتغدى مرة. عشاء غير بقى فتح باب التلاجة بالليل، ده سناك، وجبة، وجبة خفيفة كده خلاص. ده لما تجوع، اللي هو من ما تجوع تاكل لك حاجة، دي سناك غير الوجبات الثلاثة الأساسية. ماشي كده؟ يبقى سناك اه صح، انما ما ينفعش تقول لي دينر، دينر، we had a dinner، غلط، we had dinner على طول. I study English ولا the English ولا an English ولا مفيش حاجة؟ مفيش حاجة، I study English. طب لو قال لي مع English كلمة listen، يعني هنا لو قال لي كده I am going to not English، ثواني بس، listen. هو دلوقتي وانت رايح المكان ده اللي هتاخد فيه الدرس او الحصه او في الفصل في الدرس الكلام ده كله، في كام حصه شغاله انجلش؟ واحده بس. يبقى ساعتها انا رايح لايه؟ ده ساعتها هتقول لي I'm going to the English lesson. I'm going to the English lesson. انا رايح حصه الانجلش. ماشي؟ صعبه ديت؟ طيب انا هاخد كورس انجلش. I will take، يا ترى ذا ولا ولا ان ولا ما فيش حاجه؟ ما هو هيجيب لك نقط كده، يا يكتب لك مكان النقط ديت نو ارتكل، مش هما دول ارتكل؟ ها اللي هو مش هتحط حاجه يعني. طب في الحاله ديت هقول ايه؟ I'm going to ايه؟ ها ان انجلش ايه؟ listen an English lesson. سوري سوري سوري، لا مش هنا، English course. ها يعني انا هبدأ، انا هبدأ، I will start، I will start. وفي كم كورس English؟ واحد؟ ملايين، ملايين خلاص كورسز. يبقى تقول لي كده ايه؟ انا محتاج ان انا اخد كورس English، يبقى I will take ايه؟ أو start إيه؟ an English course، an English course. مفهومة كده؟ هو لما أقول لك كده I bought a computer، يعني إيه؟ اشتريت جهاز، صح؟ جهاز كمبيوتر. طيب إنما لو قال لي فلان invented، يعني إيه invented؟ اخترع. نقط، هل يا ترى هتقول لي أ ولا ان ولا ذا ولا ما فيش حاجه؟ كمبيوتر. الاختراع ده حاجه مميزه ولا مش مميزه؟
مميزه. يبقى ساعتها هتقول لي ايه؟ he invented the computer، هو اخترع الاختراع ده، ده كمبيوتر. يبقى انت لما بتشتري الحاجه تنقلها من مكانها يبقى تستخدم ايه؟ يعني انا بص كده I will move، ماشي، بس ده ذا لابتوب انت بتاعنا، انما انت جيت دخلت اوضه ولقيت فيها كمبيوتر يبقى I saw the computer ولا a computer؟ a computer. انما لو الكمبيوتر ده بتاعك انت هتقولي ايه؟ I worked on a computer ولا the computer؟ the computer، لانه ما فيش الا جهاز واحد بتاعك. يعني بص ممكن يجي معاها a، ممكن يجي معاها ذا، على حسب بقى. لو الحاجه معروفه هتستخدم ده، حاجه مجهوله بتتعرف عليها لاول مره يبقى ديت اه. وانت ماشي في الشارع لقيت شجره، I saw a tree ولا the tree؟ a tree. انما مثلا ايه؟ احمد planted a tree، احمد planted a tree، زرع شجره، خلاص؟ it grew up، تقعد بقى تقول لي ايه؟ it grew up، كبرت، تمام؟ when I saw a tree ولا when I saw the tree؟ the tree، ما هي خلاص بقت الشجره انهي؟ بتاعت احمد، عرفتها خلاص. يبقى في الحاله دي هتقول ذا، في الحاله دي اقول ايه؟ ذا. فيها مشاكل كده؟ ماشي، يبقى الحاجه تبقى مجهوله استخدم معاها او ان حتى يتم تعريفها، خلاص طالما اتقالت مره بعد كده ابدا اقول ذا. انما اللغات ما ينفعش اقول معاها ذا. طيب لو قال لي بريكفاست، فطار، ما بجيبش معاه او ان ولا ذا ولا بتاع. انما لو قال لي ايه؟ نقط بريكفاست يور مام ميد، نقط اللي هو يور يعني بريكفاست يور مام ميد، يا ترى هقول اه ولا ان ولا ذا ولا نو ارتكل؟ ذا، لان هو مش اي فطار بقى، ده الفطار اللي مامتك ايه عملته، يبقى ده ذا عرفته. انما every day I have ايه؟ breakfast على طول. طيب I saw a football match ولا the football match؟ I saw a football match، اتفرجت على ماتش تلفزيون، ماتش في التلفزيون. انما I watched football match between Nigeria and Egypt. I saw a football match ولا the football match؟ the football match، ما هوش أي ماتش بقى، ده اللي هو ما بين مصر وإيه؟ ونيجيريا، يعني له ميعاد ثابت، يعني أنا عارف إن أنا أصلاً في ماتش كده. خلاص؟ ما هوش حاجة مفاجأة. مفهومة؟ لا، اللي تحت فلان اخترع، الاختراعات بيجي معاها ده. يعني انت واقف في الشارع شفتي طياره يبقى اي سو ا بلين، انما عايزه تقولي مين اللي اخترع الطياره؟ ذا بلين، ذا بلين، يبقى انت قصدك الاختراع. ماشي، يبقى انترنت ولا ذا انترنت؟ ها دي انترنت، لان هو اختراع. ماشي، اي بوت ا كمبيوتر ولا ذا كمبيوتر؟ ا كمبيوتر، اشتريت كمبيوتر. طيب ا كمبيوتر واز اكسبنسيف ولا ذا كمبيوتر؟ ذا كمبيوتر بقى، معاني كمبيوتر اللي انا اشتريت. ماشي، طيب تعالى نحل كده على الكلام ده. يونيت اي، يونيت 8، بيج 55 دي محلولة؟ مش موجودة في المراجعة؟
اه محلول. طب امشوا معايا كده 56، اه يعني 57 يونت 8 محلوله كمان الكلمات صح؟ الجرامر بقى طيب نراجعه. كريستوفر ريف ووز a successful actor ممثل. He fell his horse and broke his back from only وقع من على الحصان only 4 days after the injury he came came to ايه يعني ايه came to back رجع بس اللي رجع صح بدي كده page كام؟ فهمي هيك فور فتحتيها؟ The doctor said he was not going to A through. إيه؟ بل يعني اليو دي ما فيش أي يعني انبهار بيها؟ يعني إيه pull through أصلا؟ Go through. Go through. يجتاز. Although he felt sorry he himself, he never gave up. Sorry for himself. لا. Sorry about. Sorry about himself. هو يشعر بالأسف. لا فور يا بنت صح. زعلان على نفسه صح. Sorry زعلان على نفسه. How did she, not after the accident, react, تفاعلت، رد فعلها ايه؟ How did she react؟ حل يا ابني، حلاو، حلل. A disaster is something very bad. ماشي كارثة. Serious study to discover new ideas is research, بحث. He finally get his illness over. تغلب. We must get a for a meal one day. Get together. نتجمع. Get together. Get together. يتجمع. 11. What time does the train get to London? يصل إلى. He appeared at the Oscar ceremony, not a wheelchair. In a wheelchair في كرسي بعجل in a wheelchair he fell a horse and only sprained his ankle from after the accident he sometimes felt sorry for himself for himself كمل he suffers a depression depression يعني إحباط يعاني من suffers from يعاني من After 2 hours sleep, he finally came يستفيق come to هي come to صح come to come to اللي هو يستعيد وعي ماشي سوي اللي هي ايه نمبر كام احنا؟ 3 come to يا جماعة معلش come to اللي هو يستفيق وعيه
عاملينها بول ومانجو. بول ثرو وبول ثرو بول ثرو صح؟ كنا حللها بول ثرو. اه صح ماشي، صلحوا ديت يا جماعة معلش. After 2 hours sleep, he finally came to. He and his wife have always a really well. يلا محلاو. On. Get on. Get on. Get on. اللي هو يبقى على وفاق، يعني يبقوا كويسين مع بعض. His recovery was so. استفاقة بقى. Came to بقى. His recovery was so impressive. ها محلاوي مش ناوي. He could only move in a knot because he was paralyzed. Wheelchair. Look, I found a key. A key. The teacher asked me to shut a door. The door. ليه هو الأوضة ليها كام باب؟ واحد. The door. أروح أنا باب تاني. Sorry for coming late. I stopped to help boy. ليه ذا ليه؟ وأني ولد؟ ما نعرفش. يبقى أنا وقفت عشان أساعد إيه؟ طفل ولد. A boy. Excuse me, waiter. Where is a toilet, please? Toilet. A toilet. ده لو قال لي هل يوجد toilet؟ Toilet. هل في toilet؟ يبقى is there a toilet؟ أنت داخل مكان فبتسأل is there a toilet؟ إنما لو سمحت أنت عارف إن المكان ده في حمام. بس هو فين انا مش عارف، فانت عارف. يبقى where is a toilet ولا the toilet؟ the toilet. فترات اليوم morning، اقول a morning ولا the morning؟ the morning the evening. خلاص. انما night ما بيجيبش حاجه. at night على طول. at night. ماشي. it's very hot here. let's open a window. the window. We have to ask a headmaster about the trip. ده برضه headmaster يعني الناظر. هي ليها كام ناظر؟ واحد. ماشي. Could you put this box on in a cupboard? The cupboard. انما لو انت اشتريت cupboard. I bought a cupboard. Please close a door after you. The door. The book on a teacher's desk. The teacher's desk. على كرسي المستر. مكتب. You have got a lot of shopping. Let me carry a bag for you. A bag. The bag. شيل لك الشنطة. خلاص. We have finally decided to buy. خلي بالك. ليها تكملة دي يا جماعة بس هي معمولة رقم. هاوس وي يعني وي سو لاست ويك. وي هاف فاينلي ديسايدد تو باي. لو هي لغاية هاوس كنا اخترنا مين؟ احنا قررنا نشتري ايه؟ بيت. ا هاوس. انما البيت اللي احنا شفناه الاسبوع اللي فات بقت ذا هاوس. هو نفس البيت يبقى ذا. ما احنا خلاص عرفنا. يعني I like the oven. أنا حبيت إيه؟ قلم. طيب so I went to buy a pen ولا the pen؟ the pen بقى اللي أنا قلت عليه. خلاص؟ أنا عايز أشتري بيت يبقى I want to buy إيه؟ a house. إنما أنا عايز أشتري البيت اللي في آخر الجنينة ده يبقى the house. ماشي؟ طيب كلمة war حرب صح؟ war. A war is dangerous. The war is dangerous. ولا ولا ذا ولا من غير حاجة. ها war
وور في المطلق، الحرب، حرب، وور، وور حرب، كلمة معنوية وور، تمام؟ إنما الحرب ما بين مصر وإسرائيل أور، لا دي معروفة، دي في سنة 73 6 أكتوبر، صح؟ يبقى ذا وور. ها؟ لأن هي معنوية. وور حرب بأي شكل، وور، إنما الريفر معروف تعريفه إيه؟ خلاص؟ When do you usually have، يلا يا رانسي. ما حد جاي كمش هكون فين نو أفتك No article. When do you usually have breakfast؟ الوجبة الأساسية بتاعتك. My father goes to a early in the morning. the work No article. ليه؟ كلمة، ما أنا هقول لك أهو. كلمة work العمل. هو العمل محتاج يتعرف. ما بيجيبش معاه فهمت ده. ما بيجيبش معاه ده أصلاً. عمل، فهمت لو قال لي بقى ايه، العمل في في المدارس، يبقى ذا ورك، يبقى ساعتها ايه ذا ورك، العمل الفني، يبقى ذا ورك، خلاص. انما اي حاجه انت بتعملها ده بالنسبه لك ورك، عمل، ماشي. بسنت، he has got a large dog at a home. هتبقى ايه والتانية هتبقى نو ارتكل شاطر. He has got a large dog. عنده كلب. At كلمة home ما بيجيش معاها حاجة. كلمة home زي work كده. home ده أي مكان أنت بتقعد فيه، تسكن فيه، home، مش قاعد في شقة، قاعد في فيلا، قاعد في الشارع، ده هو قاعد على شجرة، هو ده home. خلاص؟ يعني لو القرد شفت واحد خلاص بيقطع شجر، والشجره دي ساكن عليها قرد، تقول له يا ابني حرام عليك يا ابني ده بيته، هي الشجره بيه. اللي بالنسبه لده ايه؟ هوم. شفت جحر فعايز تردمه، يا ابني حرام عليك ده بيته. ده ايه؟ هوم، ده هوم، خلاص. فما بيجيش معاه حرف جر، اداه اصلا يعني. Why don't we go to a cinema؟ ريتاج، ده ذا سينما، وانا لو عايز اتفرج على فيلم هروح فين؟ ذا سينما، مكان معروف، يبقى الاماكن المعروفه المميزه في البلد دي بنقول عليها ده. طب هي سكول معرفه؟ لا سكول مش معرفه، ده في مدرسه هنا وهنا 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 ايه، بس الاماكن دي الاماكن المميزه ان احنا هنروح للسينما، اي سينما هتعرض لك نفس الفيلم ذا سينما، يبقى احنا وي جو تو ذا سينما لمشاهده الافلام، خلاص. انما احنا هل كلنا نقدر نروح المدارس؟ واحد دكتور هل ينفع يروح المدارس؟ انما السينما اي حد لو عايز 3 سنين هيدخل، خلاص. يبقى ذا سينما ده اصلها يعني ليه اتعملت كده. البوليس ستيشن، بترول ستيشن، اقول معاهم ايه؟ ذا، ما هو لغرض معين، طالما المكان لغرض معين. واحد يقول لي طب ما المدرسه، لا ده في مدرسه تعليمي وفي مدرسه صناعي وفي مدرسه تدبير منزلي وفي مدرسه، فاهم؟ حاجات ياما، مش كلها نفس الغرض. انما يوم ما تدخل اي سينما هتلاقي فيلم هو بس اللي شغال. I went to the supermarket لان ده في منطقتك. انما تقول لي في اخر، في مثلا ايه، انا عايز اسس سوبر ماركت، I want to set up a سوبر ماركت، a سوبر ماركت، زي مول، مول، we went to a mall ولا we went to the mall، the mall. last week we bought a new car. ها،
هاجر. اه And you car اشترينا عربي. I'm sorry, not shower isn't working. محمد صبري. نقط ليه؟ وانا لو ادخل بيتكم زيادة هل ممكن ما يبقاش في شاور؟ لا لازم هيبقى في شاور، يبقى ذا شاور. هل ينفع في كذا اوضه؟ لا هو بس مكانه في التويليت خلاص، ذا شاور. Does the villa have swimming pool؟ أنا برضو اه انت برضه. have a سويمنج بول هي فيها مستر، بسين. نعم أنا جاوبت واحدة بس. طب قولي يا ريتاج. لا ها حاضر. Is this apple or a pear؟ أم An apple. Could you tell me what a time please؟ كملي. هفتح لفوق خلاص. يا كملي يا حبيبتي. ايه ايه؟ ده زي ماشي. بعدها برازيل is a country in the South America. مستور؟ عمر الطيب. معلش دي هي ازاي الوقت يا حبيبي معرف، مش هتقول لي دلوقتي الوقت هيطلع سبعة مثلا؟ معرف خلاص. بص يا حبيبي السؤال عن الوقت، يا اما تقول لي وات تايم على بعضها، وات تايم ات ده هنا في نفس الاسلوب ده يعني. كود يو تيل مي وات كود يو يا صاد يا صاد صدق كود يو تيل مي وات تايم ات از. انا سائل السؤال بكود يو اهو بدايته، ما بعملش سؤالين جوه بعض. لا could you خلاص سؤال بعدها اكون انها جملة what time it is، انما عايز اقول كده what the time is زي ما هو قايل كده what could you tell me what the time is what the time is. Brazil is a country in South America. طيب انا انا يعني مستر، هو انا يعني بقول الطيب، مين الطيب غيرك؟ اخر واحد. اخر واحدة largest. largest ديت لازم يبقى معاها ذا يا حبيبي، فما فيش ذا غلط. large but is closed now. لوجي. أفر أبانك. أبانك. ذا بانك ذا بانك. ذا بانك أماكن المميزة برضه اللي بتخدم الناس، ذا بانك المناطق الحاجات الخدمية. أي بنك هتروح تحط فيه فلوس هينفع، فيبقى ذا بانك. الحاجات الخدمية للناس ذا، يعني ما تقعدش بقى ايه دماغك تشت، خدمة يبقى ذا. Can I have a orange please؟ نو ارتكال ما انا لو قلت Can I have orange
يعني ممكن اخد اللون البرتقالي، انما انا عايز برتقاله واحده، يبقى ان حلو. اورنج. I'd like a large coffee, please. يلا ريتاج ادت امي. مين ام الشربيني يا جماعه؟ امال. ماشي يا امال. I'd like كلمة تحير دي، تحير. لارج كوفي. لارج كوفي. لارج كوفي معناها فنجان. لارج كوفي. Where is a dog? Don't worry, it's in the garden. كملي يا مان. Where is the garden, the dog? Where is the dog? فين الكلب؟ 47. An optimistic person is a about the future. مين ما قالش يا جماعة اونلاين؟ مين؟ نور. يلا يا نور. Optimistic يعني شخص ايه about the future؟ positive. positive، ايجابي. 48. He appeared at Hollywood's Oscar. كملي يا ماما. تمام. ceremony، سيرموني احتفالية. رهف. Not armchair, you will be more comfortable. ايه؟ ما غلط الجملة دي. هي المفروض مرتاح يعني. المفروض ان. in an armchair ولا in the armchair؟ in the armchair. هو انتوا عندكم كام armchair يا حاجه؟ واحد او اثنين. يبقى اتفضل. لا حلو. we stayed in a hotel in Rome. a hotel في فندق. قلت لي اسمه hotel. هات لي بيج 64. بس يا حبيبي، بس يا ماما، الماما اللي بتغني دي الرايقة دي. تمام، في امتحان هيروقك بعد بكرة. Mother, are you ready for the exam? قال له يا مين اللي عليك؟ ماشي أمير. ها يس. ويقول له يس ايه؟ قيام يعني. يقول لها ايوه. اقري كده بقى يا ماما. لا
ها يا بنتي هتبقى ايه؟ نو اي ام، نو اي ام، نو اي ام نوت. ماشي، نو اي ام نوت. سؤال قال له because I couldn't revise، يبقى ايه؟ من دقنه وفتله، يبقى why aren't يا حاجة فعل مساعد، why aren't you ready؟ لا ما تقوليش why وتسكتي، why aren't you ready؟ ليه مش مستعد؟ قال له because I couldn't revise. برضو لا why couldn't you revise؟ طب ما رجعتش ليه؟ why couldn't you revise؟ قال له I lost my book، فقدت كتاب. You lost your book يا رحمك. How nice. I'm sorry. I promise. ها. I'll find it. I'll find it. أوعدك إن أنا إيه؟ I will find it. ألاقيه. Yes, you should إيه؟ find it. واحد ممكن يقول لي إيه؟ look for it. look for هدور. وبرضه هي تحت تقول له إيه؟ you should look for it. سجن. root is another word for town. تالت village قرية. هو root يعني ايه؟ طريق. root. how ايه have you been in Cairo؟ انت برضه how long؟ not sport can reduce stress. and زوي at the moment he a for an international company is working. Ali is angry because he has a his wallet. ايه lost ضيع. مسد فوت يعني كانت حلقة شغالة ما اتفرجش عليها يبقى كده فوت. إنما لوست حاجة كانت معاه ضاعت. All my friends a football like. مفيش حاجة اسمها are liking. Not is the opposite of peaceful. مصطفى إيه؟ extremist متطرف. I go peaceful يعني مسالم. لا سوري فايلنت عنيف. سوري هو قال فايلنت. ماشي عنيف. اكستريمست دي متطرف. ماشي شخص يعني الشخص هو اللي متطرف. I called you ايه؟ I heard the news. peaceful دي صفة، فايلنت عنيف عكسها. لا صفة برضو لشخص يعني violent person عكسها peaceful person. انما اكستريمست ده الشخص نفسه متطرف. جمعها اكستريمست متطرفين وظيفته. I called you a I heard the news. لا as soon as اعرفها دي بمجرد اني سمعت الاخبار. كلمتك بمجرد ان. The Halloween festival marks the beginning of. لا وينتر. وينتر شهر 10 الهالوين. الهالوين في 10 يبقى وينتر يبقى اوتم. ماشي بعد كده I need no help. عايز اني يبقى اقول لك ايه؟ 10 الاول يو اي تو سبيند. طالما هي اللي تو يبقى يو ايه؟ هقرا بقى الكلام صح. لا شو انت ما يجيش معاها تو هاف تو. يا اما هتلاقي دونت هاف تو هي الصح. دونت هاف ايه؟ تو عشان تو. كمل يا حبيبي. I need no help. I ايه؟ خلصت حلاوة.
ها I'm not need anything. يا ابني، I am not need. Don't. I don't need any help. يا حبيبي هو بيقول لي need، يعني كان هي needed. I saw this film last summer. حلاوي. I have. ها؟ ايه؟ I have يا ابني already، يا ابني I have already الأول. I have already seen this film. I have already seen this film. ها؟ ولا لا؟ لا خلاص ما ينفعش last summer. كده last summer يبقى ترجع الجملة ماضي، أقول لك أنا إمتى عملت ده، إنما أنا عايز أقول لك بالفعل. في الباء بعد كده he doesn't behave well in school. He behaves badly in school. He sprained his ankle while he was playing football. لا يا ماما، مش سؤال، مش سؤال ده، لو اعطيني واي يبقى انا اقول he was. عكس he was playing football when he sprained his ankle. نعم مستر، هو انت اقلب الجملة، يعني اقول دي امتى وقال، ايه؟ يعني انت اكتب الجملة الاولى وانت اكتب الجملة الثانية في ما هو الاول. وين يا حبيبتي الترتيب بعدها في الجمل الماضية؟ past simple وبعدين past continuous. تمام؟ while العكس، while بيدينا الأول past continuous وبعدين past simple زي هنا كده. while جه بعدها الباست كونتينيوس، طب انت عايزه when؟ اه يبقى when جبت بعدها الباست سامبل. I don't allow my sister to borrow my mobile. وعايز كانت لا تستطيع. هو انا لا استطيع ان اسمح؟ في حاجه اسمها انا لا استطيع ان اسمح؟ لا انا لا اسمح وخلاص، يبقى مين اللي مش قادر؟ اختي، يبقى my sister. ايوه can't borrow، هي مش هتقدر تستلم. Can't borrow my mobile. Can't borrow my mobile. مستر، نعم. مستر احنا هنخلص امتى؟ عشان خاطر انا عندي درس خلصنا الساعة خلاص. بكرة الساعة كام؟ 11 ونص. بكرة يا جماعة عندنا 11 ونص الصبح. اه الصبح. انت ومين؟ طب والحصة بتاعت الساعة 6؟ ما احنا جبنا بقى الصبح عشان يعني يبقى قدامك فرصة تذاكر. مستر 11 ونص صح؟ اه ها؟ opportunity. درس ايه؟ مستر احنا عندنا في الساعة عادي بالليل. استنوا يا جماعة. ها يا ابني في ميعاد تاني للمراجعة؟ ها
لا